مشوار. يلا راحت. سوري عم امبارح طلعت من عندك بدون ما اتشكرك. ولا يهمك، جيران لبعضها. ايه بس مش هيك، المهم اكون حرجتك او زعجتك. لا 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 ابدا. انت ساكن هون جديد؟ ما شفتك من قبل. ايه مزبوط، انا ما صار لي كم يوم ناقل لهون. منيح. عفوا، قصدي منيح لانه المستأجرة اللي كانت قبلها كانت هيك ناشفة و ما بتعطي وجه لحدا. يا ستي الكمال لله. تشرب قهوة؟ عندك يعني؟ معك حق تخاف. خاف؟ انه ايه بيتي بيسبق لك صار بيخوف. شوفي انا بتشرف والله، بس انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه. اخير احنا جيران، واللي صار قصه بسيطه وصغيره وخلص. ايه؟ ايش هو ايه؟ شكلك في حدا عندك. لا والله حدا عندي ما في ابدا. لكن شكلك بخيل وما بدك تشربني قهوه. بخيل؟ لا والله ما بخل، ما بخل، بس شرفي. اهلا وسهلا، شرفتي. قهوة؟ مش هيك اتفقنا؟ مزبوط. عايش لوحدك؟ ايه، شو بدنا نعمل؟ بدك تعمل بشو؟ انه يعني بيضطر الواحد مثل ما بتعرفي. جاي زيارة أو رح تعيش هون؟ زيارة. أنا ناطر عرض شغل